بيها. كان كل همه انه يطلع البنت اللي معاه اللي اسمها شاديه. اعترف تحت التهديد. تهديد مين؟ عذبوه عشان يعترف. ما انت شفته بنفسك مفيش في جسمه ولا خدش. ما تقول لي يا ابو فياض نضرب له ورق. الطب الشرعي هيثبت انه سليم 100% ومحدش لامسه. هنشتري الطب الشرعي. يا ريت، ما الناس سكه معاهم. اختار المتلامي، مش هيتحبس، مش هيتحبس. بكره يا ابو فياض.